أما من صحيفة الدستور فنقرأ من هذه الصحيفة ما جاء تحت عنوان في صحيفة الدستور: التخطيط تبدأ التقييم الشامل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة. تجري وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم عملية تقييم موسعة لقدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة للوقوف على خريطة الاحتياجات التدريبية ووضع الاستراتيجية القومية لبناء وتنمية قدرات العاملين. قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط إن عملية تقييم القدرات التي ستبدأ خلال الفترة من 14 ل 19 أكتوبر الجاري تشمل الراغبين في العمل بالإدارات المزمع استحداثها في الهياكل التنظيمية بالوزارة. تفعيلا لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2016 وتضم إدارات الموارد البشرية وإدارات التدقيق الداخلي الذين يقارب عددهم 1200 موظف.